أشواق، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز، الخبر من قلب الحدث. جريدة أشواق معنا في النشاط المنظم من طرف جمعية أطباق وأذواق المروة، مشاركة مع العديد من الفعاليات المحلية منهم جروب صافوت فاميلي اللي معنا في الأورغانيزاسيون. الحفل اللي كيصادف الشيف هادي نجم الطبخ العالمي وأيضا كريم جبران وعبدو ربي مشيط وثنائي قهوة وحليب زائد مجموعة موسيقية المتميزة حسب جروب، هو حفل على شكل حفل الافتتاح ونشاط إشعاعي للجمعية. ونخليكم مع كلمة السيدة رئيسة الجمعية سهام عيد ناصر. كنشكركم، مرحبا بكم، مرحبا بنا عندكم في مدينة الأزمة. هذا الإشعاع هذا أول لقاء تواصلي للشيف الهادي هنا في مدينة الأزمة، وكنتمنى يكون ماشي بخير، وإن شاء الله الجمعية ديالنا غادي تلقي الضوء على النساء أولا، يعني غادي يكونوا عندنا لقاءات أخرين اللي كتهم النساء بدرجة. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.